أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من وحدة سلام من محافظة الوادي الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الواحات. عزيزي المشاهد، أهلا بك معنا في حكاية من حكايات الواحات. وفي حكاية اليوم نتحدث عن العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، والذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام، حيث وصلت قوافل التعمير من سلاح المهندسين بالجيش المصري لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، زراعية، صناعية، وخدمية. وفي هذه الحلقة نستضيف الأستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب، ابن الوادي الجديد وعميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، والذي يسرد لنا حكايات لها تاريخ في الوادي الجديد. مساء الخير عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما بخير وسلام. بنحييكم من محافظه الوادي الجديد في عمق الصحراء الغربيه بمناسبه العيد القومي 63 لمحافظه الوادي الجديد، والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام. الوادي الجديد حكايات كتير جدا، ولكن في هذه الحكايه نستضيف الاستاذ الدكتور ايمن كساب، عميد كليه الزراعه في محافظه الوادي الجديد وتحديدا في جامعه الوادي الجديد. دكتور ايمن، مساء الخير. مساء الخير، وكل سنة حضرتك طيب، وكل سنة وكل السادة المستمعين وأهل الوادي الجديد عموما بخير وصحة وسلامة، وربنا يدوم الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة إن شاء الله. الأستاذ الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، حضرتك نموذج نقدمه النهاردة بمناسبة العيد القومي إلى كل مصر بالكامل. نقول إن الوادي الجديد النهاردة أصبح فيها كوادر من أساتذة الجامعة ورؤساء الجامعات والمستشارين والقضاة ورؤساء المحاكم والمحافظين، يعني سيرة طويلة جدا. ولكن قبل أي حكاية قل لي السيرة الذاتية، مين حضرتك؟ يعني في البداية أنا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي. أنا أيمن يوسف محمد أحمد كساب، من مواليد قرية القصر محافظة الوادي الجديد مركز الدخلة، حاصل على بكالوريوس زراعة جامعة أسيوط سنة 93. تم تعييني معيد عن طريق الإعلان في كلية الزراعة جامعة سوهاج في 97. انتقلت إلى كلية الزراعة جامعة أسيوط بالوادي الجديد اللي هي بلدي بقى، رجعت مرة تاني في 2012. قبلها رحت مهمة علمية لألمانيا لمدة 9 شهور في بون، ومنذ ذلك التاريخ من 2012 حتى تاريخه مقيم إقامة كاملة في محافظة الوادي الجديد. الأستاذ الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، ونتكلم عن الوالد رحمة الله عليه الأستاذ يوسف كساب، عضو مجلس النواب السابق عن الدخلة. كلمني عن الوالد المرحوم يوسف كساب. بشكرك استاذ خالد على انك انت جبت لنا يعني سيره والدي رحمه الله عليه. طبعا انا مهما قلت ده والدي وشهادتي هتبقى مجروحه، لكن بحكم ان انا يعني ابنه تعلمت منه حاجات كتير جدا، واهمها
ان هو دايما كان يركز عليا في ان انا طول ما في ايدي ان انا اعمل الخير لاي حد لازم اعمله وتحت اي ظروف، لان كان بيقول لي دايما يعني انت ما تعرفش الخير فين، اعمل الخير مع اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. دي كانت من اهم النصايح اللي هو دايما يعني رباني عليها، ان انا ابقى مقدام في عمل الخير، ان انا اساعد الناس بشكل كبير جدا بشكل سريع، حتى لو ان الخدمة دي كلفتني مبالغ، مش هنقول مبالغ كبيرة، بس انا جربت الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، فعلا حسيت يعني طبعا في الاول يمكن الوضع كان شوية، لكن بعد كده لما حسيت بحلاوة هذا العمل حسيت فعلا ان هو كان على حق، وان دي من ضمن الحاجات الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفق فيها عباده، يعني ان الانسان لما بيقف جنب اخوه ويحب الخير للاخرين يعني دي حاجة كويسة وحاجة طيبة، وهي دي اللي بترفع شأن المجتمع. التكافل والحب يعني لو انتشر ويبقى موجود داخل المجتمع يعني هتحس بأمن وأمان وسلام داخل المجتمع. فهو رحمة الله عليه يعني أنا تعلمت منه حاجات كتير جدا، وما زلت حتى الآن في بعض الناس اللي احتكوا بيه بيجي يحكوا لي مواقف معينة ومواقف هو عملها معاهم، مواقف خير ومساعدات سواء كانت يعني خدمية عن طريق مذكرات تم قضاءه لخدمة الناس، عن طريق مواقف معينة ساعد فيها الناس يعني مش هنقول يعني مبالغ، لكن في مواقف معينة كان ليه دور إيجابي جدا يعني. فما زالت الناس حتى الآن يعني بعد رحيله بسنتين بيجي يقول لي رحمة الله على والدك، ده عامل معايا كذا، ده عامل معايا كذا. فأنا شخصيا يعني حاسس إن أنا نتاجه وإن أنا مجهوده وإن أنا ماشي يعني على سيرته الحسنة، ودي أكبر مكسب وأكبر رأس مال ليا، لأن أنا لولا سمعته الطيبة ما كان أيمن يوسف كسام. الأستاذ الدكتور أيمن يوسف كثاب يسرد لنا حكايات الوادي الجديد، فهو ينتمي إلى عائلات مركز الدخلة وبالتحديد قرية القصر مسقط الرأس، وهو ابن النائب السابق للبرلمان المرحوم يوسف كثاب. فالحكايات تحمل صبغة الألفة والمحبة لأناس يملأهم الخير. أستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، هاخد من حضرتك موقف واحد هو رحمة الله علي والدك يوسف، كان فرحان ان هو عمله سواء كان مشروع سواء كان فكرة، كلمنا عن حاجة انت لاحظتها كده ان حتى الناس كانت مبسوطة وبتدعي له حتى هذه اللحظة برغم انه هو فارقنا وراح دار الحق. والله يعني انا
كنت قريب ليه جدا في الفترة اللي هي كان فيها نائب، اللي هي يعني كانت طبعا هو كان نجاح مشرف في الدورة اللي هي كانت من 2000 ل 2005، يعني بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وحب الناس ده أهم شيء. ولذلك ان هو كان يعني انا كنت شايف ان في الفترة دي يعني كان من النماذج اللي هي الطيبة لأعضاء مجلس الشعب. يعني اذكر لي ان هو كان فاتح مكتبين لخدمة المواطنين، يعني مكتب في مسقط رأس ورأسي اللي هي القصر، والمكتب الاخر ده كان في مدينة موط في البيت اللي بنسكن فيه، يعني مدينة موط. كان في حد قاعد في المكتب هنا وحد هنا، في ناس كتير جدا من المواطنين اللي هي تم خدمتها بشكل او باخر، يعني ممكن ما شافهاش، لكن الناس كانت بتيجي تسيب الطلب. وعلى رأس هذا الموضوع يعني كانت في الفترة دي قرارات علاج على نفقة الدولة، يعني اعتقد يمكن خلال الفترة اكتر من 6000 قرار علاج على نفقة الدولة طول الفترة اللي هي اللي كان فيها في مجلس الشعب من 2000 ل 2005. هناك كان يعني برضو من الحاجات اللي هي كنت بحس ان هو داخل على اساس وترتيب، ان هو كان عنده برنامج انتخابي في البداية، محب لتراب الوادي الجديد وتراب مصر. طبعا هو كان راح حرب اليمن وعاش عيشة الجندي المقاتل المحب لمصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، واستمر حتى أن وفاته المنية في يوم 6/8/2020. من بعض الأمور برضو اللي كانت ملحة لداخل مركز الدخلة اللي هو توصيل شبكة التيار الموحدة اللي هي كهرباء السد العالي. طبعا كان في عندنا مشكلة في الدخلة، ان ما كانش في حد يقدر يدور ماتور على عين سطحي ازيد من 8 5 10 10 حصان، وبالتالي المساحات اللي كانت على العيون السطحية كانت مساحات محدودة، يعني ما حدش يزرع اكتر من 15 20 فدان، ده في الشتاء، وفي الصيف ممكن يزرع له 3 4 5 فدان. فالحمد لله يعني بتحقيق هذا المطلب عن طريق دخلت الكهرباء، وبدأ الاستثمار الزراعي يدب بشكل كبير جدا في الدخلة. ويعني الحمد لله النهاردة زادت الأبار والمستثمرين من خارج وداخل المحافظة بشكل ملحوظ. يعني أنا بقول يا رب أنه يجعل هذا الموضوع يعني في ميزان حسناته. الأمور الأخرى رفع مساهمة في رفع مستوى مديرية التربية والتعليم للمستوى ألف، فكان ليه دور كبير جدا، انا شاهدته وشاهدت مدير اداره مدير المديريه كان وقتها الدكتور الاستاذ محمد الرئيس، فكان بيجي عنده بشكل مستمر عشان ترفع المديريه بشكل كبير جدا لوكيل وزاره، وضم بعض الدرجات الماليه، ويعني شاهدت حاجات كتير، يعني كنت يعني مراقب للاحداث دي معايا. يعني وستون عاما على إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إنشاء محافظة الوادي الجديد في عام 1959. 60 عاما مر بسرعة، وتشهد الآن الوادي الجديد طفرة تنموية في شتى القطاعات. الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة في جامعة الوادي الجديد، وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد المحافظة القومي 63،
الوادي الجديد كان ايه وبقي ايه من وجهة نظرك؟ يعني انا شايف حضرتك يعني دايما بحب اشوف النص المليان من الكوباية، ودي حقيقة على ارض الواقع. محافظة الوادي الجديد اتغيرت تغير كبير جدا، من حيث طبعا بداية من الخدمات. النهاردة ما بقدرش اقول محافظة الوادي الجديد تختلف عن الخدمات الموجودة في القاهرة او اللي موجودة في بعض المحافظات الكبيرة. بالضبط، ودي حقيقة، وده طبعا ده ما جاش يعني، ما اعتقد انه ما جاش من فراغ، جيب مجهود يعني بداية منذ انشاء واشهار محافظة الوادي الجديد من فخامة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومرورا طبعا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره العظيم جدا، غير الفرافرة ومركز الفرافرة، طبعا شبكة الطرق، الشبكة العملاقة اللي انا بقول عليها الشبكة العنكبوتية، اللي ان شاء الله بإذن الله يعني في القريب العاجل تنتهي وتربط كل مساحات محافظة الوادي الجديد بالخطوط العرضية اللي هي بدورها هتنشأ مجتمعات حديثة ان شاء الله بإذن الله من الشباب، وتعمل على جذب المستثمرين وجذب السكان من الوادي الضيق، لان طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعيش على مساحة 15-17% من مساحة جمهورية مصر العربية. طبعا محافظة الوادي الجديد يعني تمثل 44%، هنقول يعني نص مساحة مصر، وتعداد سكانها 260 ولا 250 الف نسمة، فده يعني اعتقد ان في مشكلة. لكن محافظة الوادي الجديد اتغيرت، فيها كل الامكانيات، فيها كل الخدمات، فيها جامعة، ودي حاجة يعني حاجة كبيرة جدا، جامعة الوادي الجديد، طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واشهار وانشاء جامعة الوادي الجديد ودعمه ليها. النهاردة كانت كلية واحدة في جامعة في محافظة الوادي الجديد، كلية تربية، النهاردة بقى في 7 كليات، وان شاء الله باذن الله في القريب العاجل العام الجامعي اللي هو 22-23 هتكون كليه صيدله وجامعه وكليه الطب، يعني برضو صرح وحاجه جميله جدا. والتعاون اللي هو الملحوظ والمستمر بين قائد المحافظه ودعمه للعمليه التعليميه وخاصه التعليم الجامعي، ووقوفه جنبا الى جنب الى معالي الدكتور عبد العزيز طنطاوي، لان هم بيطلعوا جمله، بيطلعوا حاجه جميله جدا، بيطلعوا لنا كل فتره كليه، وكليه دي بتكون مهمه جدا لخدمه مجتمع الوادي الجديد. ما بين الماضي تنشأ الاجيال التي تحمل كل الخير للوطن. الوادي الجديد هو إحدى البقاع الطيبة لمصرنا الحبيبة، فهنا عاش الأجداد وعاش الآباء والأحفاد، وهنا تسير التنمية بسواعد المخلصين من أبناء الوطن. دكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، بيت القصيد، أنت شايف حضرتك إزاي الزراعة في الوادي الجديد، وإيه اللي محتاجينه نقوله للناس اللي شايفانا دلوقتي علشان الناس يعني نعمل بقى زراعات جديدة ونطلع بره بعيد شوية عن الزراعات التقليدية في عالم النهارده بيتصارع على لقمة العيش وعلى الحبوب وعلى الزراعة في ظل أزمات عالمية؟ نولي يعني هو حضرتك احنا كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد ما انشأتش كلية الزراعة من فراغ، يعني انشأت كلية الزراعة عشان يعني خدمة المجتمع، ده اساسي. فخدمة المجتمع هو الشغل الشاغل لجامعة الوادي الجديد، لان خدمة المجتمع
وطبعا دي فلسفة كبيرة جدا اللي هي من أجلها بتنشأ جامعات في الأماكن المختلفة. طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته الثاقبة ورؤية مصر 2030 إن هي إن إحنا بنقول إن شاء الله بإذن الله إن مصر هيكون فيها أكتر من 100 جامعة. طبعا الموضوع ده بيبقى في كل الدول المتقدمة إن ده بيرتبط ارتباط كلي وجزئي بعدد السكان وكثافة السكانية. طبعا كون برضو إن القيادة السياسية تفكر إن هي تعمل جامعة في صحراء الغربية في محافظة الوادي الجديد في ظل الظروف القاسية اللي هي بتمر بيها البلاد، طبعا دي احنا نرفع القبعة لفخامة الرئيس والقائمين على الجامعة والقائمين على المحافظة، فده يعني مجهود وحاجة مشرفة لمصر كلها. أما الزراعة في محافظة الوادي الجديد احنا بنقول إن مش هنقول إن مستقبل الزراعة في الوادي الجديد، لا، الوادي الجديد يعتبر برضو من أحد الأجزاء أو اللي هي الدولة حطت عينها عليها في الفترة القادمة واستغلت هذا الموضوع في الإنتاج بس بشكل مقنن. بمعنى أنا شايف إن محافظة الوادي الجديد دي بيوجد فيها بعض المحاصيل المعينة، والكلام ده مش بيأتي من فراغ، بيأتي عن طريق اللي هو المعمل، عن طريق الأبحاث، عن طريق الدراسات، العلم هو ده اللي احنا بنقول عليه. فاحنا بنقول للمزارع، بنقول للمربي في محافظة الوادي الجديد احنا كلية الزراعة موجودين داخل هذه الكلية لخدمة حضرتك وخدمة هنقول على وجه التحديد، لان ابحاثنا كلها الخطة الاستراتيجية اللي معمولة في القسم العلمي داخل الكلية، انا عندي 12 قسم علمي، الخطة الاستراتيجية اللي معمولة في الكلية واللي معمولة في الجامعة اللي هي مطابقة رؤية مصر 2030، احنا قاعدين هنا عشان ننفذ، نقول للمربي ونقول للمزارع تزرع ايه وما تزرعش ايه، ايه الارض اللي يوجد فيها محصول كذا وايه اللي ما يوجدش فيها محصول كذا، بدل ما ساعدتك، لان المقدرات اللي هي اللي موجودة سواء كانت الطاقة اللي هي الشمسية او الكهرباء اللي انت هتستخدمها والمية اللي هتستخدمها والتربة اللي هتزرع فيها دي مش بتاعتك انت بس، دي هي دي اقتصاد البلد. الحاجة اللي موجودة عندي أنا وعند حضرتك وعند السين وعند عند مجتمع أو عشيرة معينة هو في النهاية ده يعتبر اقتصاد البلد. فلو احنا قلنا إن هو تم استغلال هذه المقدرات اللي هي متاحة، الرقم الأول النصيحة إن هو يلجأ لكلية الزراعة، يلجأ للخبراء المتخصصين في هذا الموضوع، سواء احنا نقول له ربي إيه وما تربيش إيه، ازرع ايه وما تزرعش ايه، عشان يبقى في جدوى اقتصاديه لكل المشاريع الزراعيه، لان مفيش حد بيعمل مشروع زراعي وبيقول انا هخسر. لازم يلجأ للعلم، لان العلم النهارده هو الاساس. الدول كلها تقدمت بالعلم، تقدمت بالتقنيات الحديثه، تقدمت بالتقاوي الجيده، تقدمت بالخبرات الزراعيه اللي هي اللي موجوده. والدليل على ذلك موجود عندنا زراعات ناجحه جدا، انه في شارع لوينات موجود زراعات كويسة جدا في عند بعض المستثمرين. طبعا الوادي الجديد انتقلت من الى النهاردة بنتكلم في 600-700 الف فدان مستصلحة، اما الجزء الاخر اللي هو توجهات الدولة ان شاء الله اللي هو يصل لمليون ونص فدان، وطبعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، أرجعك بالذكريات بعيدا عن الأحاديث الخاصة ب ما يتم عن مستوى محلي إلى مستوى أكثر خصوصية وهي قرية القاصر. قرية القاصر لما بروح أشوفها وأزورها بحس إن هي قلعة بتاخدنا للزمن الجميل زي ما بيقولوا كده. كلمني عن نشأتك في هذه القرية وكلمنا عن رؤوس العائلات في هذه القرية والدروب الدروب اللي جوه دي. هو أنت حضرتك لمست جانب جميل جدا. أنا أقيم في مدينة موط وإن شاء الله قريبا هنقيم في الخارجة يعني، لكن عندي زيارة القصر دي مش هنقول يعني حاجة مقدسة أسبوعيا، يعني من أهم الحاجات اللي أنا بعملها طبعا زيارة أعمامي اللي هم المتبقيين على قيد الحياة، خلاني وبيت خلاني. طبعا الجو اللي هو الاسري ده مهم جدا لاي شخص طبعا، عشان يعني
لا انسى لك دي نقطة. النقطة التانية انك انت بتتكامل وجدانيا، يعني كون انك انت مش بترتبط يعني الود والحياة الأسرية مع أهلك وعشيرتك والكلام ده، يعني على الأقل لازم أصلي وقت أو وقتين في أي مسجد، وده بتبقى حاجة مهمة جدا إن أنت بدل ما بتلف برضو على البيوت بقدر كبير بتقابل يعني رؤوس اللي هي العائلات في المسجد. نعم، يعني عندنا طبعا أولاد عمامي وعمامي وأولادهم، أهم رؤوس العائلات عندنا حضرتك عيلتي طبعا، عيلة كساب، وعندنا عيلة خلف الله، عيلة المحمدين، يعني في عائلات كتيرة جدا، عيلة شهاب. لكن انت لعبت طبعا احنا عشنا يعني عيشة كاملة، بس يعني لحد 6 سنين. وطبعا هو كان والدي رحمة الله عليه موظف في مجلس المدينة، كان هو 4 5 بس هم اللي في مجلس مدينة موط، وبعد كده انتقل للصحة، فاحنا كنا يعني طبعا ملازمين ليه وقاعدين معاه في موط يعني. فلكن كان طبعا الاجازات كلها بقضيها في القصر، مع طبعا انا واخواتي واولاد عمامي وبتاع بيجوا برضو عندنا في موط. طبعا كانت برضو الظروف اللي هي الانتقال والمواصلات والحاجات دي برضو كان فيها صعوبة مش زي دلوقتي يعني. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، قدمناها لكم بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، تلك المحافظة التي أسس لها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ويستكمل المسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مستقبل مشرق لأبناء مصر من القاهرة إلى الواحات. وفي الختام لكم منا التحية، وللوادي الجديد منا السلام. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الواحات، قدمناها لكم من محافظة بادي الجديد. وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة، لكم تحية فريق العمل محمد حسين خالد عز الدين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.